يا دي تراندي نغمنا ثلو من التليم سوال دم قران في اللون نمس مرحب بس وان ده يارا نغضو قغميس نيسال نث مزيغ ثا أمس أنبذو أغميس نوسا مني ذو قخام نس الوايثن الجمهوريات من يمسلقى أسا وسلوين الدول تماس عبد القادر بن صالح إذ ننغلاف نثغو سوين أنبرا صبري بقدوم أدير زف الفريق أحمد قايد صالح نائب نغلاف ندفع أغنى وأسلوين الأركان الجيش أغنى ونوكذوذ أدير زف سوى ذي تشا 15 غير 18 بريرية ذي ثرزاف ثن الخدمة الذراعي غرو غير عسكري ويس ربعة ذي ورقلة ماني ذي بد ماس الفريق فوسخدم من التمرين التكتيكي سد أخيرا ثدت في الدمث نوراعي غر أمور ويسن وسجد قتالية مكذي رعاغر ونقاذن الوحدات أمكذي مسلقين نسوجه إذن مضبرا ذا الأفراد نغير عسكري ويس ربعة ثناد ثنغلاف نص ورد ذي البيان النس باللي في الذم ثنورزا من تطاوين ذو قث عامل سس ورد إذا نثمر الجناس ثمو قلو جنث تثراث تظفر إسوري فن انتيك لنص ورد ذي ثمر الجناس اللجنة يدي سيم ضبرا لنيجيا ثنغلاف نص ورد ذي ممثل البنكات الخد خدم نغلو جنث يتخدم الخدمة النس نتاث أحراز نص ورد ذي را أذقور نغرث مورانو جمع ذي الزمة ذي لينت ذو بريذن النظام مذن وصرفن البنكة نتزير الخدمة ياه توابضة في ثلاثة ودمة وانا مزورو نتاث اسمي سيني سوري فن نتساغة نسلعة سيبرا نثمور ثاثي السن نتاث احراز انثيك لي نسوري فن انثيك لي نص وارد ذو قنول ذي ثمورا انبرا إلا نفوفوس نمثعامل ايتيلين ذي تزير في ثقارة وما اديوي الترخيص صغر وسقام نص وارد دور الطال مثل ثي ثلاثة اظفار وحراز نص وارد نلفيت نهيلن اتموقان قادة ذي تزير ذي وس ويسن ثرزاف انثار بعثني نغلاف نغر الولاية بشار إلى غادو نغلاف داخل ثربعين غر وصقدر الغروز في الدمت الخدمة نثمور ثويت سوسيلي أن العد أني ذوك جملي نغل أسيلي العدال ذوك جملي الدمسة جار ثروة نثمور سوس مكثيعي نادو نغلاف نوغل نوامال نوامان إذن نغلاف نوابناي في زمامات الخدمة هذه تورنين إيودان التيلين دين تقار سماح حد تربعتني نغلاف النيل نرس من غلوي ليت مبشار ذوك سنسن ويسن نكارو ملايمن ذي تغيمي تنسن يارا نذماون يتوسنن تربعتني مسهولن تربعتني العسكرنا الولايثة ماني لا غون غلاف داخل مجال ذقو من سل غروز ذوك غرنو بديد وسمي سين تمورث ماني وكذ بلي ابدل يتسد سل عقل ويتسد سل خدمة ذوك غير ندمسا ذوك غير نتمتية جار نوران تمورث كلها كل هذه الطاقات لابد علينا ان توجهها لخدمة الوطن وتثمين مكاسب الوطن من أجل وحدة الوطن ومن أجل الوقوف ضد كل من تسوي له نفسه المساس بهذا الوطن العزيز وطن الشهداء وطن المجاهدين. ما عندناش وطن من غير الوطن الجزائر نابان بيدر شونش سي نوتر بيي ما كانش إقصاء ما نقدروش نقصيو بعضنا. إذا كان بقينا في سياسة الإقصاء ما راحش نخرجوا من الأزمات نتاعنا. الوطن يخدم رقي الوطن يخدم وحدة الشعب الجزائري يخدم صلابة مؤسساتنا مؤسساتنا كل مؤسساتنا الدستورية والتغيير سوف يكون إن شاء الله ولكن مش من اليوم الغدوة قال نغيروا الأمور. كل سياسة جات أمور إيجابية وربما بعض الأمور سلبية نصحح المسارات كلنا مع بعض كل واحد في مكانه كل واحد حسب مسؤولياته كل واحد حسب مقامه حتى نوصل إن شاء الله المبتغى العدالة الاجتماعية يكون يعني نعيشوا مع بعض كإخوة نعيشوا مع بعض يعني كشعب جزائري موحد وحدة ثم الوحدة ثم الوحدة. هذا مهم جدا إذا أردنا أن نذهب بعيدا في تصوراتنا من أجل التغيير لا بد علينا أن نتوحد
وأن نتوحد على كلمة واحدة هي الجزائر، ثم الجزائر ثم الجزائر. انغلاف نسكاني ذي البنيان ذوك غير نسكنت نقوارا من يناد باللي ثلا القيمة ألف نسكنات نقوارنا وثيات من 500 نخام من الترقاوية يتوسق درن وباللي لان سوار ديط مجال نو غير نوخثام ذو بناية ورنية غير نحاضية فو غير نذام سعى. اليوم نعلن أن حصة إضافية بألف مسكن سوف تخصص إن شاء الله في اليومين هذو اللي جايين. بالنسبة للسكن البيا كذلك يعني شفت في الميدان أنه فيه طلبات، فحصة 500 ساكن كذلك تضاف إلى هذه الولاية، وإذا كان فيه طلبات أخرى نحن مستعدين كذلك لتلبيتها، وإن شاء الله الدولة ستواصل في إنجاز السكنات وتلبية إن شاء الله كل طلبات. سكغر سنغلاف الأمور نومان بلي مشرع كل تخص نمان ذي الولاية هاتي وكير نجالد بدن وذقومن سكرو سيهما من ينات في مشرعيات ذوك غير يهما. هما ربع سدود، براج سد إغيل الدراسة جارية، السد زقاقة زقاقات راهو في إطار جوجمون، وعندنا بني والنيف تما اعطاوه مكتب الدراسات تاع الدوله هو لاشبيو، ويبقى لنا سد نتاع البيوض للدراسه تاع الجاريه. مشروع خدمناه نتاع تهيئه القنوات المياه الصالحه للشرب في بشار 520 كيلومتر بريفيو، خدمنا منها 367 كيلومتر، كل ما تبقى هو 160 كيلومتر. المبلغ المطلوب هو 2 مليار دينار جزائري سيدرس باذن الله. ثربع اثنين غلافين ثانية بد في تقطعي ثاني غير نتهمان ذي الضير ثنتغي تأذب الشهر ذي الولاية قاسم طينيت ورزم الصالون الدم ثنو فرهة ويت ذي ثزليت الناس ثي الثلاثة صالون يسيد في الدمث نو صقدر نو فرهة داخل ثمورث ذي ثمو سنين حواس في الخصلات اللان ذي استقار زهرة أبو عبد الله وسان فون بذون وسقوسا ثاني وير وسان الدوني ثنو حوز لتعيد نسويس ثلاثة ذي الولاية قسنطينة في تركيس نو سقدر نحوز ذي الداخل نتمور ذي وجباذ نلقدام قران نحوز نجزائريين غل داخل نتزاير هذا تحذير للموسم الاستياف يعني ويت هذا وجذ الموسم نو نبذو والقدشان سواه يزدف فرس خاطر يورن افرين التايور نو هي سملاقين امياي والصالونات. وإذا انت درست انت ولاث نصني جنو حواسان هاتين عرمني مع المن لبريفي خدما ذي ثمسلتي. التحفيزات اللي نديروها يعني هي ساديبون على الفصول، وهي بصفة كبيرة نديرو لي بروموسيون. لي بروموسيون بان سيو كيفاه نجيبو الزبائن من داخل وخارج الوطن. ويتعود كون اني خدمني سنن ذي كحريشين حوز الساس نص قدر نستغل الذهب. احنا مدرسة كوين في الفندقة شني ذا غرباز نو سلماذ ذي كسنسيين نو سنجوني حوسن ذا غرباز البريفي يدوسين ذي تيزي وزو نبدا سوسو قسن سنة لاف ذا ثلاثة ونخل اعتماد صغل الدول ثون السلماذ زني ثمنة لاف ذا الغرزة ذا جزائري يقلان غر نخصي 48 من الولاية نتمورث يلزم انسناثي دوني جملات زاير ثبها سواق ليه تسعاد وذان النس وفي الحشيث نوف سراي ويس ثلاثة ندوني ثنو حوس هذي لين ملاقيان وثلاثة فوق ذا الخير تسعة ثمور ثناخ دوس فيذ الزيس ذي اكسقدر نهذا مسا وفي الدمث نوحاضي فوق النومان ثموق أصنات هويزة تم قرانت في الدمث وفراد دو سيزدي نو يلما من تقصب ثمكاس قرن دي تيزي وزو سو شارك ثي مضبريوين ذو نقاذن ثي الدوكلاوين ذي الولاية قار الياس بوسنان أحباس تقصبت يتشمر 181 مليون متر مكعب إلا ندي تمن تيزي وزو يصاود أمان يمدن نون الولاية دل الولاية نيديسان تغوصان ونضفص نعرنديس المديريات نون الولاية مجراروين من إذا حافظ فوا من زعيم حملة التحسيس
كي تمشي ثم الطريق طريق هذيك الطريق الوطني رقم 30 كي تروح لتما حتى تاخوه تلقى لافتات البرج تاعكم حيات ويفو يفو لو بريزيرفي دوك نروح دار ذاك كنا نيطواي شويه البرج كي بارس كاعهم ذيك بلاستيك كاعهم ثقراثين تدون تدون كوا من مش كاد ادي تشاتشارا كني تدون ثقراثين تدون صغارون دونك نكوني سي اسم الله دي مقلا نروح عند سي بارتو صحاب لونا صحاب لي بومبي حتى صح يعني مد روحنا كاكي الحملة تنظف تغد الفرصة نحسس دواعة سلاها ميت انتضلصتنا البيئة عملية لابد باش نشيد بها لأنها تهدف إلى تكفل بالبيئة وخاصة لمرفق كمرفق يعني سد تاكسبت حتى إن شاء الله الماء تاعو اللي متوجه إلى عدة بلديات في تيزي وزو وخاصة أيضا الجزائر العاصمة حتى تكون إن شاء الله المياه تاعو يعني نقية طاهرة أحباس تقصبت دنشان تدلي أي بها أحراس في نظافتس من المسؤولية نأيولو وفي الذمت نوصق درنثي شبكة تريسيتي ذي الولاية ورقلا باش وطروحانشا نيو طروحاشا تريسيتي ذي وسنون بذو بدون تيد إسوري في النوعدال انثي شبكة يافوفوس انثي ربعيني تقنن غير ثيم مضبرين نغثي مضبرث نتريسيتي ذي الغاز نالولاية قار زهراء بو عبد الله ثوير ثم ضبرت نسونا الغاز الولايات نورق لهذه الخدمة تام قرات ونساعد نشبكين فول النتريسيتي قدران يتوضن غل قد 30 كيلو فولت صال 40 خدما يتوصل مذن ذي ثم سلتة كي خدمنا هذا الشيء ما يتطلبش عنا أن نقطع التريسيتي على الناس ونخدمه احنا المواطن راه عنده التريسيتي في الدار وإحنا رانا نخدمه أمانا وحفاظا على القيمه الكهربائيه كما يقولوا لا كونتيتي لا كاليتي دو سيرفيس باش ما توقعش مشاكل خطر اخرى اسري في الخدمه في مقابلا وبين تريسيتي فوذاني والسمنا هذا قيمه نوذاني بلا نلغثي خلال هذه الصائفه صائفه 2019 تستعيد ذي قنبذون وسقساس 2019 ثين ثياث مضبر ثنسون الغاز من الناس يساوي 8 نترونس فوات نتريسيتي يذي غير الولايات جمله فزيرت 26 الكيلومترات الناس غلوية الخدمة هي طنين سواء ثم ضبر ثنسون الغاز سوس قدر التكنولوجيا الخصوص يسويري الأمور الناس سيل بعض ونتاذ التويل لنزمر يس أنعين مخيان وخروز نوبين تريسيتي ذي الوقت ضمزان وفرين نونز كومي سزرب وذي درات الخدمة ثايس 46 توعين ذي الولاية ثايس تشبهين تريسيتي يونتش نفوذم نون بذون السقاسة دوك حريش نسلم ذي سوكدون غلاف نسلم ذا غناو عبد الحكيم بالعابد قوني قرغي سوكدون غلاف نسلم ذا غناو عبد الحكيم بالعابد قوني قبد فورزا منهم سلقيا غناوني مضبر نسلم ذا في الدمت نسيج ذا الامتحانات نسلم ذا انتاز ليثن 2018-2019 وقار يناد نغورني ذا سأذاف غر وغرباز نيمالي سوكد بلي لتعاد نسرسي الامتحانات التليجار 29 مايو 20 يونيو دي قورن ثمانية أذير الامتحان نثمريت نسلم ذا مزور واس الأربعاء 28 مايو ميل الامتحان نثمريت نسلم ذا الماس أذيلينت ذي 9 غر 11 نغسي 9 غر 11 يونيو ميل الامتحان البكالوريا ذي 16 غر 20 يونيو الامتحانات يكل موغنتس تويلاث وكل إلزمني ثيخلي نسن يحلان صغتيرنا الامتحانات التي يسخر لها اكثر من 735 ألف الامتحانات ثيلان بدنا في لاسنت اكثر من 735 فني خدما ذي الفايت سني مليان 118881 قداشا ماذا من هنتي ذا تيران المرحله القرايث نهنتي سنعه ثنتاني الجذني قداشا ذي سلماذن ذيين وحريش القرايث الكل هامي مفتشن ذي مضبرن ذي الموالين قداشا هاني فوي الامتحان الثيين هني ذا السنعة ثم تاخذ مني غربازن القرايث ونشني انزر ماني نخلط ذي صدارت نوسقري وذا التاويل هاني المضامنة ذا تدوك ليلان نهنتي ذا الخصلات نتواشول تنوحريش القرايث ذو سلمذ قطاع التربية الوطنية
أمكانك بد أستون غلاف انتغوسي وين الدين ذي الحبوس يوسف بالمهدي ذي دار الإمام ذي المحمد أي بد فمسلقين وسيج ذي ليميث إذن مضبرا إولائيا ذي مركزيا تنغلاف ثويت فذمث نسيج ذن يبريذا ويور رمضان أمبارك ماني وثلاين في الخدمة نصحفة القرآن الكريم ذو سوجه أديني ذي الخدامي نثبدي ذي المعاون ثنو جملي ماني سوكدون غلاف ذو قوال النس نورزا من ومسلقي باللي الراي ثمكسيت نتجميد في الخدمة من اللجنة واث لجوة مع يوسيد في الذمث نورزا من يكروسن أنسن نلخدمة ذو سويري حلان لجوة مع ذو قيور رمضان أمبارك الصغطيرنا. أحب أن أؤكد بأن تعليم بغيخة وكذخ باللي يسيغين الرأي يثير بأني غل جمعيات الجوامع وعين الخدمة السنت فرحنت يسلى باس الجوامع يسيد ويطلب شرط من الخير يوذان نشنين جرب نكس شرانين زقام إلان سحصلن تذيس الجوامع وسوية ذن سجدي يورا نرمطان ذي الجوامع أمكاد الظالن ذي سن ذي الجو نراحث في جو من الراحة وجو من الطمأنينة. يسوك دوس الوين نغدي سادي سالنت مورا الجناس يسوك دوس الوين لجنة لمع القاثم برا غرث مريتا متوث نالجبهة نالبوليزاريو محمد خداد باللي التوسرس شكايث ذو قوذ من الوفاق نصيدة بحري موغنجار إمونومي أوروبي ذو المغرب يتوسع نسو بريد بلا القانون باش هذي غطاء أمان غيراني صحراوي التوسرس شكايث غرثي محكم ثنشرع أوروبي ويت سدوسي يجمل فالذم ثنثبدي ذو قوذ من الوفاق إلا أن أموعفاس في القرارات ثنثي محكم ثنشرع أوروبي أديرين ذي سقوسن 2016-2018 ذي ثمرغيخ أن جامنا نثمور ثنتشاد لغند إيس الوين نثمورا ذا الحكومات نغير نساحل ذات نظروف ذو قمسل قنسن الصناط سزيربان لغند غروسي وصوبري ذا لهنا يوسوير ذي السودان سو سقدر لمشاورث جاري غير نسياسيين ذو لايم غر وبرين وغذو واللي غر وبريد ندو ستورة مكلا غند غر وحبس سزيربان انتيثان رصاص ذي ليبيا ذو حبس النواب هاز فطرة بلوس أدي سيلينا نقادر نميتا ثارو للولوف نيوذان غريمو كان اللامان ذي زمام نثمور ثن فلسطين ندور الناس العشرات ني قداش زدويين فلسطينيين في الدمت ان الغاز يسهويني مطاون ويتوقني منطفا اذا العسكر الاحتلال الاسرائيلي ذو قندا نابلس قرغ ذي ثغمرت ظهريث ويت بلا ارفاذ 15 فلسطينيا ففوس العسكر الاحتلال الاسرائيلي أن ولا غير سال نثمر ثنغذي ومزايا الزنين منايا تفريك ثن الدوخ نضار وفثقرا وما خسر شباب قاسنطينا صناد قنار النرادس ذي تونس سمان تيدو كلان ترجي تونسي ثلاثة غرويش ثريت تيدو كلان شباب قاسنطينا سي ومزايا زيا نربع النثمريت ونمير رغميس نوساسي الولايات البويرة وفي الدمث نوصقدر نوفور هاث ذا الصنايع الحرفة نفوس ذي الولايات البويرة سفاذني حرفي ينسي والنار ذا ثرار فدمت الخدمة سن ذا الحرفات نفوس ذا ثموس سنيد وزنزين متى السلاين ويتفت قراء نوعاي والنار عمومي لا الدون سوير نوخا من صناع الحرفات نفوس ذي الولايث آيات قربة شحاوي فدمتنا صنعتنا تسبب ثنية ذا لسنا بابنا الحرفات وفوس ذي البويرة يطورزم أفسار لنا دي الصنعة في غوسيوين لان تميزن الحرفات وفوس ذي تمدين تايا أم أروض ذي النحاس ذي الخدمة وزرف ذي الخدمة وزطاد زربيين هنا كي يجوا عندنا ناس راه من ديجا كي يدخلوا هنا يفرحوا ويعجبهم الحال باللي عندنا الارتيزانة وغرفة وماذا بينا نزيدوا ما حاجة تاع البيع ولا حاجة تاع المعارض بزاف مليحة لينا رانا في حوالي 40-50 سنة في المهنة هذه والبويرة وسط تخدم فيها الأغلبية فخار فيها اللباس التقليدي مناطق عندنا منطقة قبائلية منطقة عربية وعندنا الطابي ثاني طابي يتميز كل جهة واش تميز وعندنا الحلي أخا من الحرفات وزيك ذي تمدين تل بويرة ذي استئشتو غير فدمثن وسلمذن الحرفة ثايا ذو غير يشت فدزنزيث نتغوسي وين لن توخذ منت أنا نمارس نشاط صناعة الحلويات التقليدية على مستوى ولاية البويرة
هنا في الأرويقة. أرويقة صناعة تقليدية وجهة كما يقولوا لكل السياح من ولاية البويرة أو من خارج ولاية البويرة. عطاونا الماتولية هذه رانا استفيدنا فيها ورانا نخدموا، راكم تشوفوا نخدموا الألمنيوم النحاس، مشكلتي وعلى الألمنيوم النحاس. ولاية البويرة هي محظوظة بأنها استلمت الولاية البويرة سقي ثم دينين لان غرسن تظهر لخاطراش غرسن تأمكان أموي زمرن إحرافيا تستنعثن متخدما وكيشتنا الوقت زمرن أذ الزنزن إيوذان تحل المشاكل تاعهم وترافقهم. استقدر نوحريش الحرفة وزيك ذي ثم دين تلبويرة نتسقيت غوسيوين لان زمرن تأذعاونا تذوق استقدر نوحريش نحوس ذي ثمور ثنا. سوسلا ينفر هذا نخلط غرث مريت وغميس نوسا غر وغميس أدي قرنس ولد مقران في اللون ربغنهن.